التوتيات الحمضيات بدناش نضلنا نكرر على دور الحمضيات فيتامين سي في عادة البناء، شوربة عظام البقر مع البصل مع الثوم مع البقدونس مع الكزبرة محطوطة فيها عظام البقر، هذه الشوربة لازم مرة مرتين في الأسبوع، هاي ضرورية. الهرمونات كيف بدها تنبنى عن طريق هذه المواد وهذه الدهون الصحية. نبعد عن الدهون اللي مش صحية، عن الزيوت كلها بغض النظر اللي بنوكلها غير الزيوت الصحية. الزيوت الصحية معروفة، جوز الهند، اللوز، زيت الزيتون، أفوكادو، هذه زيوت صحية وما غير. كل هذه زيوت أول شيء الجسم ما بيهضمها، وهي بتشكل عبء كبير بعد ما الكولون يمتصها على الكبد، حتى قبل ما توصل الكبد هاي بتعمل لزوجة في الدم، لأنها عشان هذه المعادن وهذه الشحوم ما بتنتقل هيك بسهولة ولا يتم إخراجها من الجسم بسهولة زي فيتامينات سي مثلا. فيتامين سي إذا بنشرب منه أكثر يضاف في المياه فبطلع بشكل سريع وبدخل الدم بشكل سريع وما بده واسطة عشان يتنقل في الدم، وإذا زدنا عن حاجتنا بيطلع عن طريق الكلية وعن طريق البول. بس الزيوت الثانية عشان تدخل من الكولون للدم بدها بروتينات، يعني في شحوم، وبدها تحمل زي كيف الهيموغلوبين بحمل الحديد عشان ينقله في الدورة الدموية، هذيك نفس الشيء بروتين، تكسيات البروتين بتحمل هالشحوم هذه او الزيوت وبتوديها للكبد. الكبد بحاول يتخلص منها فبتجهد الكبد وبتتعب الكبد، بس ما بقدر شو بيسوي، بينزلها في هالشحوم هذه اللي موجوده اوريدي في هالكليه في هالكبد، ومن هنا بصير في عندنا مشاكل تشحمات في الكبد وعدم كفاءه في الكبد، وهذا بيأثر تأثير مباشر على نزول عمل الغدة الدرقية. الأدوية والهرمونات اللي بناخدها من برا، وهي من أكترها حبوب منع الحمل، وهي الأدوية المزمنة اللي بتاخدوها هذه بترفع كل الهرمونات السيئة، وأكتر هرمون سيء طبعا الاستروجين. الاستروجين عند النساء بيرتفع، في هاي الحالة الغدة الدرقية بده ينزل شغلها. السكريات والسكر أكيد حيخفف عمل ووقف تقريبا ينزل عمل ونشاط الغدة الدرقية بشكل كبير. السكريات وأي شيء فيه سكر سواء كولا سواء بيبسي سواء معلبات أو سموم، ما نحكي عن السموم الثانية اللي ممكن ندخلها، وهي أقل ما فيها يعني المفروض إنه أي واحد عنده مشكلة في هاي الحالة بنهتم في الموضوع. يعني أنا إذا ما كنت أشعر في أعراض ساعتها ما باخذ الأمور بشكل جدية، بس لما أبلش أحصل في الأعراض ساعتها بصير أدور على الحلول اللي أنفذها اللي ما سمعتها قبل. هل الحلول إنه نخلي هالجسمات أقل ما فيها، إذا ما بدكم تعطوه شغلات تساعدوا على طرد هالسموم هذه وتنشيطه بشكل ذاتي اللي هو مهيئ إنه يكون يقدر ينشط حاله ويكافح الأمراض ويشيلها سموم ذاتيا، الكبد موجود عشان هيك. إذا ما قدرنا في هاي الحالة لازم نوقف أقل ما فيها أو نخفف قد ما نقدر إن ندخل هالسموم على هالجسم. الشغلة الرئيسية كمان في عملية التمارين اللي هي رفعة الرجلين لفوق، هاي العملية إن نرفع رجلينا لفوق على الواجهة ونعمل التمارين مرة في الأسبوع مرة في اليوم ولو الفترة الصباحية، هاي بتزيد تدفق الدورة الدموية على منطقة الأجهزة الباطنية كلها ومن أهمها الكبد. هاي بتنشط عمل الجهاز اللمفاوي، يعني بتخفف الضغط عن الكبد، وبعدين بتوصل دورة دموية أكثر لمنطقة الرقبة ومنطقة الدماغ. الشغل الثاني كمان كمادات المياه الساخنة مع كمادات المياه الفاقة أو المياه الفاترة حسب راحتكم، مع كمادات المياه الباردة. المياه الفاترة أو المياه الباردة إذا بعمل أنا مغلي من الأعشاب اللي حكينا عنها، قرنفل، نعنع، زعتر، شومر، بابونج، أي شيء موجود، وبغلي وبحطها في المياه وبضيف عليها ملح وملح مدعم في اليود، في هاي الحالة أنا باخذ هالكمادات الساخنة وبحطها على الفوطة أو البشكير، بعصرها وبضل فيها رطوبة وفقط بحطها على منطقة الرقبة.
البشكير الساخن والفاتر ممكن نحطه 5 دقائق ونبدل مع البشكير البارد نفس المحلول بس يكون بارد، يعني نحط عليه ثلج ونحطه على منطقة الغدة الدرقية لمدة ما تتعدى دقيقة بارد و5 دقائق ساخن أو فاتر بارد ساخن. هذه العملية تعمل تنشيط كامل لكل مش بس للغدة الدرقية، احنا ما في عندنا بس غدة درقية، هون عندنا أجهزة لمفاوية كثير، عقد لمفاوية كثيرة في المنطقة، وعندنا أوعية دموية طالعة رئيسية يعني للدماغ، وعندنا حلقة وصل من الجسم للدماغ من ناحية الأكسجين ومن ناحية إخراج السموم من الدماغ لتنشيط عمل الغدد اللي في الدماغ اللي الغدة النخامية اللي بتنشط الغدة الدرقية. المكسرات طبعا هذه كبشة في اليوم، مكسرات تكون مش بس انه مش محمصة وتكون كاملة يعني مع قشرها، يعني لوز مع قشره، جوز مع جزره مع قشره، اي مكسرات اذا بدكم تحافظوا على نوعية كويسة جيبوها مع قشرها وكشروها في الدار هلا بدون لا تحطوا ملح ولا تحمصوا ولا شيء، بتاخذوها بشكل ني افضل شيء بتاخذوها، يعني بتاخذوا حفنه من هالمكسرات جوز لوز كاجو اللي متوفر عندكم وبتطحنوه طحنه بسيطه، وكل يوم فقط حطوا لكم ملعقه ملعقتين ثلاثه اربعه على هالسلطات اللي لازم تعملوها وتاكلوها مع زيت الزيتون مع الافوكادو مع التونه مع الاسماك البحريه، هذه كلها بحاجة لإلها الجسم والغدد لإنتاج الهرمونات أول شيء، ولعملية تحفيز وإعطاء طاقة لعمل الدماغ اللي يقدر يفرز أكثر وأكثر. فهذه المأكولات ركزوا لي عليها، البحرية وغير البحرية والمكسرات لو تكون مرة أو مرتين في الأسبوع أقل شيء. طبعا هذا بشكل مختصر، إن شاء الله ما طولنا عليكم، بس مش حدا يكون لي يسألني في نهاية الحلقة أنا عندي مرض هاشيميتو يا دكتور شو أسوي عشان أنشط الغدة الدرقية. هاي هي التعليمات أو النصائح، خذوا اللي بدكم إياها، حاولوا قد ما تقدروا خذوا منها، خففوا منها السموم وزيدوا من المحفزات، وحركوا لحالكم شوية مع نفس كويس مع هداة بال مع نوم كويس، وهيك بترجعوا شوي شوي الأمور لوضعها الطبيعي. شكرا لكم، تحياتي الدكتور محمود الصوص، علاج طبيعي وتأهيل من 1995 بشكل عملي بالتعامل مع الحالات هذه اللي بنحكي لكم عنها، وبشكل نظري بتدريس هذه الحالات كمدرس في عدة جامعات. تحياتي لكم.